خلينا نروح لخبر تاني. والخبر التاني برضو من الأخبار اللي في غاية الأهمية واللي كانت مطروحة بشكل كبير جدا بالأمس، وناس كتيرة كانت مستنية. يا جماعة هو مين اللي ممكن يجي بعد كده عندنا، مش بعد كده، مين اللي هيجي عندنا حارس مرمى؟ سمعنا أسماء كتيرة جدا امبارح. أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم أعلن عن تعاقد النادي الأهلي مع محمود الزنفولي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة وبنية الشراء. الموضوع هنا بقى متوقف على الزنفولي نفسه، فرصة ذهبية طبعا. بكل ما تحمله الكلمة من معنى طبعا. أنت دلوقتي عندك زي ما تقول اختبار، فرصة يعني في أعتقد في شغلك مش هتحصل، احنا بنتمنى ليه أكيد كل التوفيق، لكن 6 شهور مع نية الشراء ده طبعا متوقف على أدائه. تم إنهاء كافة الإجراءات مفروض الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد معاه، والأهلي أكيد كان عنده إشكالية كان لازم يحلها، يعني كان لازم يحلها على مستوى حراسة المرمى بسبب طبعا إصابة الشناوي خلال المشاركة كانت مع منتخب مصر في كأس الأمم. وهيغيب الشناوي الفترة، وكنا بنتكلم حضراتكم تحديدا هتوصل ربما ل6 شهور بعد الإصابة بخلع طبعا في الكتف، وكان عمل عملية جراحية كانت كبيرة في ألمانيا. نتمنى له السلامة ونتمنى الشفاء العاجل، ونتمنى يعني كل التوفيق للزنفولي، كل التوفيق لأي شخص بينضم اسمه للنادي الأهلي. وخليني برضو أقول لحضراتكم على الزنفولي شوية، هو مش صغير بالمناسبة، يعني هو 31 سنة في نادي الداخلية، يمكن نادي الداخلية يعني بيصارع عشان البقاء طبعا في الدوري المصري الممتاز. أرقام الداخلية أكيد ما ينفعش أنت تحكم على لاعب فيها، لأن في فارق كبير جدا بينها وبين النادي الأهلي أو الداخلية والنادي الأهلي يعني.